بسم الله الرحمن الرحيم. شريف الديوان ياسين الناطق الرسمي باسم الطريقة الصوفية العلوية المغربية ومقدم مدينة طنجة. ونحن في ربيع الأنوار، هذا الشهر المبارك الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فها هي الطريقة الصوفية العلوية المغربية كما دأبت منذ سنين عديدة تحيي هذه الليلة وهذه الذكرى العزيزة على المغاربة أجمعين. هذا إن دل على شيء إنما يدل على المحبة التي نكنها لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تفوتنا المناسبة أن نذكر ولو بآخر الحديث: المرء مع من أحب. إن الطريقة الصوفية تحتفل هذه السنة تحت شعار الأسوة الحسنة في المنهج والعمل، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. إذن برجوعنا إلى هذه الآية، فإن على المسلم المؤمن المحسن الذاكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا أن يتأسى برسول الله في ظاهره كما هو الشأن في باطنه، فيتخذه قدوة. إلا أننا نرى في هذه الأثناء أخلاق المسلمين وما يخوض فيه المسلمين حقيقة يؤسفنا الوضع. لماذا؟ لأن قد ابتعدنا عن الثقافة المحمدية، قد ابتعدنا عن الأخلاق المحمدية، قد ابتعدنا عن تعاليم الدين السمحة، وأخذنا طرق قد لا تصل بنا إلى بر النجاة، خاصة إذا علمنا وعرفنا قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فمن فاتك يا أخي أخلاقا فاتك تصوفا، لأن كما يشير إلى ذلك هذا الحديث النبوي الشريف: كانت بعثة سيدنا محمد لإتمام مكارم الأخلاق. فأين هي مكارم الأخلاق عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ إذن هذا هو السؤال المطروح، والتصوف ودور الطريقة الصوفية العلوية يخدم هذا المجال لنحيي هذه الأخلاق، لنحيي. وهذه المناسبة مناسبة مهمة لاستعراض وللتذكير بشمائل المصطفى وبأخلاق المصطفى وبالتسامح الموجود في هذا الدين الحنيف، وحيث أن نرى الوقت كيف وصلنا وإلى هذا النفق المسدود. هذا ناتج عن ابتعادنا عن الثقافة المحمدية وعن الأخلاق المحمدية، وقوله سبحانه وتعالى: خير دليل وخير شهيد إنك لعلى خلق عظيم. قوله سبحانه وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم، شهادة ربانية أنزلها الحق من السماوات العلى لتزكي أخلاق مولانا رسول الله. ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا؟ وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد به أعداؤه قبل صحابته، قبل البعثة المحمدية وقبل الرسالة المحمدية، الأخلاق النبيلة. ولهذا إن قوله صلى الله عليه وسلم: بعث لأتمم مكارم الأخلاق، لفيها الإشارة الكافية والدليل القاطع. فعندما نقوم بمقارنة بسيطة ما بين الأخلاق التي يتعامل بها المسلمين الآن ومع غيرهم من الشعوب، نجد أننا قد تخلفنا إلى الوراء، أننا قد ابتعدنا عن المنهج المحمدي. ولهذا فالطريقة الصوفية العلوية تذكر بهذه الأخلاق،
وما رأيتم في هذه المناسبة إلا دليل قاطع على التذكير وعلى الصحوة للأخلاق المحمدية، لأن هو السبيل الوحيد للتعايش وللتقارب مع الجميع، كيف كانت عقيدته وكيف ما كان لونه وكيف ما كانت توجهاته، لأن الأخلاق وبالأخلاق، أقول الأخلاق وبالأخلاق، هو سبيل النجاة، هو السبيل لخلق روحانية جديدة، لخلق مجتمع يتكافل بغض النظر عن التوجهات، بغض النظر عن الاعتقادات، إلا أنه إذا كانت هناك أخلاق فإن الخير سيكون إن شاء الله. وهذا هو داء الطريقة التي عرفناها منذ قيام هذا النهج الصوفي العلوي. نشكر موقع ألف توداي على هذه الالتفادة وعلى هذه المواكبة الإعلامية لهذا النشاط الروحي الصوفي الرباني في هذه المدينة، مدينة إمزورن. وهذا الموقع معروف بنشاطه ومواكباته لجميع الأحداث، سواء الثقافية أو الرياضية أو غيرها أو السياسية. ونشكرهم على المجهود الذين قاموا به وحضروا وواكبوا وقاموا حق القيام من أجل أن يصل هذا النشاط الروحي الرباني وهذه المحاضرات وهذه الدروس التي تعظنا وتذكرنا بالأخلاق المحمدية حتى تصل لشريحة كبيرة جدا من المجتمع.